صباح الخير. النهارده يوم السبت 1/2، رايح النهارده معرض الكتاب عشان احمد صلاح موجود هناك، فعايز اعمل معاه لقاء وعايز اصور النهارده فلوج، وفي شويه كتب كده هجيبها هتنفعني في الفيديوز اللي بعمله الكلام ده. قبل بس ما ابدا في اي حاجه عايز اقول لكم حاجه كده بعملها في الفيديوهات، بجيب نفسي هنا على اللاب، يعني بصور بالكاميرا الخلفيه وبجيب نفسي على اللاب عشان الكواليتي تبقى عاليه. لقيت الفكره دي انا على اليوتيوب، فقلت لما اجربها ونفعتني في الفيديو اللي فات اخر الفيديو تقريبا هتشوفوه، كان مش عارف بصراحه انا هنزل فيديوهات امتى، بس الفيديو اللي فات ده هو ده متصور بالكاميرا الخلفيه 4K، فلو في فرق في الكواليتي يقول لي كده في الكومنتس. طبعا هو ده السرير بتاعي، بس انا بنضفه قبل ما اصور اصلا الكلام ده، فاللي هو اعذريني بقى لو لقيت الدنيا مكركبه وكده، يعني لسه صاحي اصلا. هنلبس كده ويا رب يكون اليوم كويس النهارده. يلا بينا. بفكر البس ده بينك، بس هو كده كده باين. استنى بس كده هيبان فبفكر البس بينك ده وعليه جاكيت جينز، عشان الدنيا هناك هتبقى ساقعة شوية بالليل، واحنا ممكن نطول لحد بالليل، مش عارف هينفعه ولا لا، بس تعالوا نجرب. ده بعد ما لبسته مش عارف هو حلو ولا لا، قول لي كده في الكومنتس كده حلو ولا لا، بس عشان يدفينا، عشان هناك احنا ممكن نطول بالليل ومش عارف الدنيا هتبقى ساقعة ولا لا، ف يا ريت يكون حلو. بس هو طبعا انا اتصلت بسويلم عشان هيجي، اللي مش عارف سويلم ده اللي بيصور كل تقريبا معظم فيديوهاتي وطلع معايا في فيديو قبل كده، هسيب لك برده اللينك بتاعه فوق في الاي او تحت الديسكربشن. فهو اتاخر عليا عشان انتوا عارفين طبعا المصريين لازم يتاخر، لازم لو الميعاد 10 لازم يجي 11، ده بالنسبه له اللي هو 10، انت ما قلتيش 10 بتوقيت الارض ولا بتوقيت المريخ. فانا لسه قاعد دلوقتي مستنيه، فهمنتش شويه فيديو كده مصوره، همنتشه وبعد كده همنتشه اشوف بقى اول ما يجي هلبس الشوز وهنزل. يعني هو انا بعد ما قفلت الكاميرا اكتشفت ان في حد عايز يتعرف عليكم جديد، انا مش بطلعه في الفيديوهات دايما، بس رحبوا بسولي. هو شقي جدا اصلا، وبصوا هو عمال يفرك اصلا. قول لهم باي يا سولي، قول لهم باي. مش بطلعه في الفيديوهات دايما معايا، بس اللي هو حب يسلم عليكم في الفلوج النهارده، اللي هو لقاني بصور فقال لا لازم اطلع يعني. شويه ايديت كده من اللي كان عليا، مش مخلصت كله يعني، بس خلصت شويه يعني. بعدين سولم اتصل بيا عشان انزل بقى قبله، خلوني كده وانا ماشي كده نتكلم او نتسلى شويه في الكلام. يعني هو انا ليه مش بعمل فلوج كتير؟ المفروض انا قلت ان انا غيرت المحتوى بتاعي، ان انا بقيت لايف ستايل موتيفيشن سبيكر وزائد طبعا فلوج، فانا دلوقتي بعمل لايف ستايل والموتيفيشن سبيكر شويه فيديوهات جرا منهم، لكن الفلوج مش بعمل. هو انا اليوم بتاعي مش اكسايتد او مش مثير زياده ان انا اعمل كل يوم فلوج. وجهه هو اخيرا علشان كده ما بصورش فلوج كل يوم، زي ما انا قلت حياتي مش اكسايتد قوي يعني ان انا اصور فلوج كل يوم. هو الموضوع صعب، الموضوع بيستاهل، الموضوع بقى فيه بتصور وفي الاخر بقى محتاج مونتاج وحوار كده كبير. زائد اصلا انا حياتي مش اكسايتد زي الناس اللي بتعمل ديلي فلوج او كل يوم فلوج الكلام ده، مش يعني انا ببقى منحصر ما بين شغلي ما بين المونتاج بتاعي، فمش هتبقى في حاجه اكسايتد او مهمه اللي الناس هتعرفها، فيبقى الفلوج ملوش لازمه اصلا. احنا دلوقتي وصلنا الجيزة، هنركب. هنركب دلوقتي الاتوبيس اللي هو بتاع الهيئة ده، هنروح معرض الكتاب. ده بيبقى ارخص واحسن بكتير طبعا، عشان المفروض معرض الكتاب دلوقتي اتنقل بقى في التجمع، فالهيئة المفروض الدولة مهيئة لنا اتوبيسات والكلام ده، احنا نروح على طول، فهنركب ده ونوصل على طول بقى. علشان هنعمل الاسامي بتاعتنا بالزغروفيه كده، المفروض هم عاملين هنا السنه دي اللي انت لو رحت القاعه 5 بتاعت الازهر او القاعه 4 لو رحت هنا قاعه الازهر المفروض يكتبوا اسمك كده بالزغروفيه كده على شهاده كده، يعني بيدوها لك كهديه او كتذكار للمكان. فجينا هنا اول حاجه عشان الحاجات ما تخلصش عندهم، نعملها كده بدري وبعد كده نكمل اليوم ونشوف هيمشي ازاي.
جدا جدا يعني. بص هو عمل لي اياها كده ساعتين شهر دي هعلقها على الاوضه بتاعتي اكنها استوديو بقى وكده يعني، بالقمر بقى اللي موجود وكام ده هتعمل جو. بس لا هو جامد جدا يعني. هو موجود في الازهر في القاعه 2. تعالوا لو انتوا هتحققوا معرض الكتاب تعالوا كده ويعملها فور فري اصلا. واول كتاب المفروض هو باور بانك ده اول حاجه هجيبها اصلا ليها علاقه بالمجال بتاع الموتيفيشن سبيكر والكلام ده. والتاني كتاب هو ملوش دعوه بالمجال قوي بس حريف عشان افتح الكوره والكلام ده فهجيبه برده عشان عاجبني جدا. فدول اول كتابين. احمد صلاح هو لسه جاي دلوقتي صاحب كتاب انت، فانا لسه دلوقتي اصور معاه اللقاء المفروض يعني. هحاول كده اظبط جرى الدنيا ونشوف ايه اللي هيحصل. احمد صلاح واللي الف الكتاب لسه مخلص دلوقتي اللقاء. فهو بصراحه من الشخصيات اللي كان نفسي اتعرف عليها جدا. ده تقريبا اول واحد نهائيا قبل ما اعمل اصلا حوار يوتيوب وقبل ما اقول لسويلم قبل ما اقول له كلمته على الواتساب وقلت له انا نفسي اعمل قناه على اليوتيوب ونفسي يبقى ليا قناه الموتيفيشن سبيكر والكلام ده. فهو اول واحد اصلا اداني نصايح والكلام ده. فاللي هو كان تقريبا طبعا ليه طبعا فضل بعد ربنا ان هو يديني النصايح ان انا ابدا اصلا قناه على اليوتيوب ينفعني اصلا انا اصلا او يفيدني ان انا اعمل قناه على اليوتيوب وما اقعش في الاخطاء اللي الناس وقعت فيها في الاول خالص. فكان الهدف ان انا في يوم من الايام لازم اشوفه وحققت بصراحه الهدف ده وعملت معاه اللقاء. واللقاء ان شاء الله ممكن ينزل الفيديو اللي جاي او اللي بعده لسه مش عارف امتى. بس انا مبسوط جدا وبنصح جدا اي واحد عايز يشتري كتاب او عايز يتحفز او عايز عنده مشكله في حاجه معينه في الباشن بتاعه اي حاجه يروح يشتري الكتاب ده وهينفعه جدا يعني عن تجربه شخصيه. وقفنا هنا دلوقتي كده عشان هناكل من الصبح. انا ككريم من الصبح بصراحه ما اكلتش. وقفنا هنا كده عند المطاعم اللي ورا دي هنا كده. هتجيب اي سناكس خفيفه او اي حاجه عشان نكمل بقيه اليوم عشان لسه هنجيب شويه حاجات كده. وزي ما طبعا ما قلت لكم المره اللي فاتت انت مهما حصل مش هتلف في معرض الكتاب كله. فوقفنا كده نجيب مش عارفين لسه بقى هنجيب ايه فهنشوف كده. ايه رايكم في اللي هو بيعمله؟ هو حلو في الاجواء بتاعت معرض الكتاب. هو الجو اصلا كله حلو. هو زي ما قال كده في اللقاء اللي انت لسه هتشوفوه انت حابب ان انت تقرا او حابب ان انت تجيب كتاب مش موجود في حته هتلاقيه في معرض الكتاب. تبقى بس شهر تقريبا في السنه كلها بيجي له منها ناس كتيره جدا لمعرض الكتاب عشان يجيبوا كتب. فهو انسب مكان لو انت عايز تقرا او لو انت عايز تجيب روايه او تجيب اي حاجه ده انسب مكان ليك. المفروض دلوقتي الحاجات اللي انا لحد دلوقتي جبتها باور بانك. انا كل ده طبعا انا قايل عليه في الفيديو بتاع رشاها بتاع معرض الكتاب والكتب اللي انت جايبها من هناك وانت وطبعا الكتاب بتاع الاستراتيجيه النفسيه بتاع كريم اسماعيل. دي ثلاث كتب هي ليها دعوه بالموتيفيشن سبيكر والكلام ده وليها دعوه بالفيديوز وبتاخد جوه بقى العناوين واعمل عليها فيديو والكلام ده. دول لحد دلوقتي اللي انا جبتهم. يعتبر هو كده الفلوج خلص بصراحه بالنسبه لي. انا كده هروح دلوقتي فيا رب يكون الفلوج يبقى حلو كده وخفيف عليكم واكون ولو فدتكم باي حاجه. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو مهتم بالمحتوى بتاعي. انا دلوقتي وصلت ل 1500 سبسكرايب ومش عارف قبل ما انزل كمان الفلوج ده هيبقى كام. ف كالعاده دوس يا كوتش. سلام عليكم.